أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما كنتم. مقطع اليوم راح يكون على حماية أفراخ البلابل من تطلع من العش. عندي تشوفون بلابل بانية العشاش. العام اللي صار عندي بأنه شوفوا الارتفاع مالت الأرضية، عندي فرخ قفز من العش ووقع على الأرضية مع الحديد اللي كانت، فانكسرت رجليناته اثنينهم، وعندي واحد لاخ صار بعواقهم من وراء ما قفز من العش. هالسنة راح اسوي لهم حماية، اشتريت رولة من هذا البابل راب اللي هو فقاعات الهواء بالبلاستيك اللي كنا نستعملها من كنا صغار نطقطق بيها، حلوة ها، فقصقصتها وخليت بالاقفاص تشوفون جوا الاوراق مثل ما هالشكل راح يكون، وراح اخلي فوقات الاوراق حتى انا لا يتوسخ. بهالحالة اذا الفرخ قفز من العش راح يوقع عليها، فهذه مثل وسادة هوائية تقي من ان تنكسر رجليناته. اتمنى للاخوة المتابعين اللي اقفاصهم كبار ويقدرون يسووها خيرا على خير لضمان الافراخ. الاكثر الافراخ اللي عندي كانت تطلع راسا توقف على المحطات، لكن قسم من عندها بعد ما تقدر توقف على المحطات توقع راسا على الارض، لذلك بديت اخلي هالطريقه هذه حتى اضمن سلامه البلابل. في ختام هذا المقطع أتمنى من جميع الأخوة المتابعين والمشاهدين الكرام لقناتي الخير والموفقية والسلامة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.